الماتش هيبقى حلو، يبقى مفتوح للاثنين عشان الاهلي مش عايز يخسر والزمالك عايز يرجع الثقه تاني، والماتش هيبقى حلو يعني جميل. الزمالك هيبقى بادئ ماتش هجومي لان الاهلي في الغالب هينزل النهارده مقفل، ان هو بيدور على ان هو يخلص الدوري دوت من غير هزايم بعد الرقم الزمالك اللي عمله في موسم 2003 2004 لما خلص الدوري بدون هزايم خالص. هتبقى مباراه حماسيه جامده جدا، وطبعا مباراه قمه ملهاش اي توقعات، بس انا توقعاتي ان هو يغلب 2-0 يعني بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى، بس يعني واتمنى ان الاهلي يفوز. يعني الاهلي يعني هينزل هيهاجم زي عادته طبعا اللي هو عايز يكسب، الزمالك هيدافع هيلعب مثلا على هجمه مرتده، لو جاب جون مثلا لا قدر الله او حاجه هيرجع يدافع، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان الماتش ده هيفرق معاه، عشان طبعا لو كسب يعني 90% ماتش المقاصه هيتعاد. الزمالك يعني مش حلو، بس النهارده هيفوز بالحظ. لا لا هيكسب 2-0، وعماد متعب هينزل ان شاء الله ويلعب، وان شاء الله برضه يجيب جول. ان شاء الله الزمالك هيجيب 2-0، باسم مرسي وستالي.